ودي. ولو اني معذور لكن قلت لنفسي يا داغر وداد احق. خد يا وداد، خد يا وداد، وداد 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 وداد. امشي اطلع بره، امشي اطلع بره، بره اطلع بره. ربنا يتقيم منك، ربنا يخرب بيتك، ربنا يتقيم منك وداد، ربنا يتقيم منك. وادي فلوسك يا سمبادي. انت ايه بس اللي خلاك تقوم من السرير؟ كتر خيرك يا وداد انك سترتيني وحبستي على العرض. سنباتي انا كان اهون عليا ان اموت لا اشوفك. هاد اللي حصل يا تامر. معلش يا عود، هتعمل ايه؟ ده غير عمره ما ساب حد في حاله. بس مش كل الطير اللي يتاكل لحم. خلي بالك، ده غير ضوافره طويله قوي. هقصله ضوافر، وايديه اللي اتمدت على ابوها الشحات هقطعها له لو فكر يمدها علي. لا، انا خايفه عليك قوي، خليني جنبك. خليك انت بعيدة يا تامر. انا كمان اللي يا ترى عنده يعود ولازم اخده. لا يا تامر، لا، الكيش دعوة بيه طول ما انا موجود، والكلمة اللي اقولها ما احبش اتنيها. عارف يا عود، انت علمتني حاجة مهمة قوي في الدنيا دي. ايه هي؟ ان الواحد ما ياخدش الناس بالمظاهر. يعني ايه؟ يعني عوض ابو نص لسان يبقى لسانه طويل للدرجه دي؟ ده انا كنت اتمنى ان لساني يطول قد كده 10 مرات. حش حش، لسانك هيطول على مين يا سي عوض؟ عوض، هات لي ترمس. ترمس ايه؟ ده انا هجيب لك الدنيا كلها. لا يا اخوي، انا مش عايزه غير الترمس، تاكله لي بايدك. حاضر يا تمتي، اديني بريزه ترمس وتوص من عيني. بالك يا عود، انا نفسي اقلع الملاي وانزل راس، الناس تتلم ونديها طبل وراس. ايوه، وانا اقف اتفرج عليك. ما تسيبها يا اخي تديها راس وخلينا ننبسط شويه. ايوه اخوي، هي تديها راس وانا اقف الم النقطه. هات هات اخويا الترمس. دوس. هات، انت بتبص ليه؟ يلا يا اخي تعالى، يلا. ما تخفيش، الراجل صدق انك هترقص. الترمس اللوز اللي بيرقص لوحده. ادي حكايتها رجاله وحكايه الشحات الله يرحمه. يا سلام، بداغر يعمل كده ويعمل اكتر، وهيعمل اكتر واكتر لو فضلنا ساكتين. وهنعمل ايه يا عوض؟ نلعبه بطريقته من غير ما يحس. كل واحد فينا لازم ياخد حقه. انا مش هسيبه، والحق عمره ما يموت لو كان وراه مطالب. وانا معاكم، بس قولوا لي اعمل ايه. وانا صعوض، انا من ايدك دي لايدك دي، وانا قدها وقدوده عوض. طب الفاتحه يا جدعان، ان احنا كلنا نبقى يد واحده. انا معاكم يا عوض يا ابن الشحات. ام صبر الفاتحه. الو، مباحث التمويل. عم صابر، عم صابر، عم صابر، عم صابر، عم صابر. في ايه؟ التمويل. تمويل؟ اه. طيب انا هتصرف معاك. فين ده؟ اهو يا بيه.
استنى مظبوط يا سعاده البيت. مظبوط قوي قوي. مين صاحب الفرن ومين المسؤول هنا؟ المعلم عوض الشحات. معلم حالا اجيب حضرتك على ما تشرب حاجه ساقعه. ملوش لزوم الحاجه ساقعه. في كبسة تموين جوه، لقوا العيش ناقص. ايه اللي بيحصل ده يا صابر؟ مش وقته يا معلم، بعدين انا هفهمك كل حاجه. اسمع سفرون، ايوه روح عند عبد البقال هتلاقي عوض هناك، هاته وحصلنا عليه. حاضر. معلم اسمع بينا يا معلم.